رزقا للعباد مفعول لأجله، يعني لأجل فعلنا ذلك، خلقنا ذلك ليكون لأجل الناس، يكون إيش؟ رزقا لهم يتغذون عليه. قال رزقا للعباد وأحيينا به، أي بالماء الذي أنزلناه من السماء، بلدة ميتا. وهذا أيضا من أعظم الأدلة الدالة على البعث والنشور. وترى الأرض خاشعة في آية، وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لو محيي الموتى، هذا أمامك نموذج للميت يحييه الله عز وجل، فما المانع أنك إذا مت يحييك الله عز وجل؟ هذا ضربه الله في مواضع من كتابه جل وعلا، يقول انظروا إلى هاي الأرض كيف تكون ميتة فنحييها، فكذاك أنتم تموتون فيحييكم الله عز وجل. قال رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج، فيات كذلك النشور، ترجعون وتخرجون إلى الله عز وجل.